بعد معاناة كبيرة لسكان منطقة تورصة بمديرية الأزارق بمحافظة الضالع، تم إنشاء مركز الطوارئ التوليدية بدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية، لكن المركز ما يزال بحاجة لدعم يؤهله للقيام بدوره الذي ينتظره السكان. بالنسبة للمركز جاهز من ناحية البناء والتأثيث متكامل، وهو عبارة عن غرفتين اللي هو غرفة الولادة الطبيعية وغرفة ما بعد الوضع. المركز جاهز، فقط يحتاج أو ندعو المنظمات الدولية ومكتب الصحة بالمحافظة بدعم المركز لاستقبال حالات التوليد وما بعد الولادة ومتابعة الأم الحامل. أيضا نطالب بدعم المركز بسيارة إسعاف لنقل الحالات الحرجة للمحافظة. المركز جرى تأثيثه بشكل جيد وأصبح جاهزا لاستقبال الحالات، لكنه حتى الآن بلا موازنة تشغيلية ولا دعم من مكتب الصحة بالمحافظة. من بداية 2020 إلى يومنا هذا توفيت أكثر من 10 حالات من النساء تعثر الولادة، وبسبب بعد الطريق المؤدية للضالع 40 كيلو وأيام الصيوف تقطع الطريق، ونحن بحاجة لافتتاح المركز الطوارئ التوليدية حتى يخفف معاناة الناس. يحتاج المركز إلى العديد من الخدمات الضرورية كسيارة الإسعاف وتوفير العلاجات اللازمة والكادر المؤهل ليبدأ نشاطه الذي ينتظره سكان المنطقة منذ عقود من الزمن. تبعد المحافظة 40 كيلو متر تقريبا، طريق واحرة جدا، المبنى بحاجة إلى كادر تشغيله أو جهة داعمة، وله منذ سنة تقريبا لحتى الآن جاهز بكل النواحي من التأثير، لكنه لم تدعمه. تجهيز المركز بما يلزم من الخدمات سيخفف من معاناة الأهالي ويوفر عليهم كلفة السفر إلى عاصمة محافظة الضالع، وهي مسافة تقدر بنحو 40 كيلو متر تقريبا، ناهيك عن وعورة الطريق وعناء السفر. فوزي المريسي لأضواء سهيل، الضالع.